أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به ونبات وجنات الفافا. إن يوم الفصل كان ميقات يوم ينفق بالصور فتأتون أفواج وفتحت السماء وكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين للمتقين مفاز الحدائق وأعناب وكواعب أتراب وكسر جهاق لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء السابقات سبقا بالمدبرات أمر يوم تضرب الرادفة تسمع الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافلة إذا كنا عظاما نخلة. قالوا تلك إذا حرة خاسرة فإنما واحدة فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه لا لمن يخشى. أنتم
عالم السماء بناها وفأسكها فسواها وأبطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت بذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت مذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه ترهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق قربا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزدفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخناس الجوال الكناس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقوله
رسول كريم بقوة الإنداد العرش مكين مطاعد ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون ولا قد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما ومزاجهم بتسليم عين يشرب بها المقربون
انقلبوا إلى أبيهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأغاني ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى إنه ظن أن لن يحور أبدا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذ اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم السماء ذات البروج واليوم المولود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم والله على كل شيء شهيد إن الذين بذلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله
السماء إذا ترجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد.